يا مرحبا أصدقائي، سيكون حديث اليوم عن أهم رواية قصيرة، وهي لعب الشطرنج للنمساوي ستيفن زفايغ. حجم الرواية كان سببا في خوفي منها في بادئ الأمر، لكوني أفضل رواية كبيرة الحجم، ولكن مع أولى حروف الرواية تغير شعوري تماما. وكن متيقنا صديقي أن هذه التحفة لن تتكرر، لذلك دعونا نتعرف عليها أكثر أصدقائي. أراد ستيفن زفايغ أن تكون رسالة انتحار، ووضع الحياة في مواجهة العقل ومحاولة النقد الإنسانية وتحطيم الصراع الذي يتجلى في أبسط شيء وهو الشطرنج، تلك اللعبة التي كانت في الأصل عبارة عن تمضية للوقت وإعمالا للعقل وتوقيدا للذكاء، إلا أنها أصبحت حربا. أبطالها حجارة على رقعة صغيرة مقسمة وتمتاز بلونين أسود أبيض. قبل انتحاره بخمسة أسابيع كتب ستيفن زفايغ رسالة لصديقه يتحدث فيها عن روايته الأخيرة لاعب الشطرنج، وقال: ليس هناك شيء مهم أقوله عن نفسي، كتبت قصة قصيرة حسب أنموذجي المفضل البائس، وهي أطول من أن تنشر في مجلة أو صحيفة وأقصر من أن يضمها كتاب، وأشد غموضا أن يفهمها جمهور القراء العريض، وأشد غرابة من موضوعها في حد ذاته. لم يكن يعرف ستيفن زفايغ أن هذه القصة القصيرة ستكون أهم رواية قصيرة في أوروبا وفي العالم. تبدأ أحداث الرواية في نيويورك على سطح باخرة تستعد للانطلاق نحو بوينس آيرس، وعلى متنها شخصين التقيا. الشخصية الأولى بطل العالم في لعبة الشطرنج كازان توفيك، المغرور بنفسه والمحب للمال، وحياته تدور حول محورين: المال والشطرنج. سأترك لك المجال صديق القارئ أن تتعرف على هذه الشخصية أكثر من خلال قراءتك لأحداث الرواية. أما الشخصية الثانية فهي المحببة إلى قلبي، السيد باء، وضعه القدر خلف القضبان لأنه كان مقربا من شخصيات ملكية، يعرف أسرارهم وأماكن أموالهم، وخلف القضبان لا يوجد سوى سرير وطاولة وحوض سباحة وورق جدران لا يدخل الصوت إليه. كان الفراغ مسيطرا على الغرفة بأكمله، فالعزلة أقصى شيء ممكن أن تمر به النفس البشرية، ومنع من الحديث مع أي أحد. يوما من الأيام سرق الكتاب، وحتى الكتب ممنوعة أيضا، وهذا الكتاب يتحدث عن لعبة الشطرنج. عزيزي القارئ، لن أستطيع أن أزيد أي كلمة على هذا الفيديو خوفا من أن أفشي سرا من أسرار الكتاب، لكن أوصيك بالانتباه لصديق السيد باء، هذا سيعرفك على الكثير من الأشياء التي تجهلها. هذه القصة رائعة كما ذاق أول رشفة من فنجان قهوة بداية يوم جميل، قصة تستمتع بقراءتها وكأنك تشرب كوب شاي وسط أجواء ربيعية وهواء منعش، فالترجمة ساهمت في إيصال جودة هذه الرواية، وكل ما أتمناه لك قراءة ممتعة. ولكن لا تخبر أحدا من أصدقائك ماذا حدث في نهاية الكتاب، ولا تنسى دعمنا باشتراك إن أحببت المحتوى، وأخبرني باقتراحك لتحسين هذا المحتوى.